السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الكرام، حياكم الله بكل خير في هذا الفيديو. حطيت بعد الفيديو هذا ديال هذا الموتور. وبعد الإخوان ما فهموش يعني المقصود من هذا الفيديو هذا. بعد أيها الأخوة كنت كنتمشى ويبان لي هذا الموتور هذا، بان لي من الدوف ومن القدام تبارك الله يعني موتور ناضي. فاذا بي كنت فاجئ بي بانه بلاك صغير. الفئه ديال هذا الموتور هذا هي الفئه ديال سبور، كيسموه موتور سبور. ملي كتسمع سبور يعني الموتور فيهم انواع، فيهم الرودستر وفيهم مثلا كروس، فيهم ترايل، فيهم هاد الفئه اللي كتسمى سبور، يعني اعلى فئه في السرعه ديال الموتور يعني. شي واحد باغي السرعه الفائقه ديال الموتور كيمشي لهاد الفئه هذه، وهذا هو الشكل ديالها. ملي بان لي هذا الموتور وشتو يعني عجبني في القدام يعني، لكن ملي كنوصل كنتفاجئ به فاذا هو بلاكه صغيره. ما معنى بلاكه صغيره؟ معناها 49 سي سي. يعني تخيلوا الاخوان، باش تعرف شنو هي 49 سي سي، بالنسبه لي ما عارفش 49 سي سي هي القوه، كتكون كتقاس ديال القوه ديال 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 الموتور. يعني كل ما كان السي سي اكثر كل ما كيكون الموتور قوي. هاد الماطر هادو، هاد الفئة هادي ديال هاد الماطر هادو اللي هما سبور لا يقلون عن 1000 سي سي. كتلقى فيه 1000 سي سي، 1500 سي سي، وهادو هما اللي كيستعملوا في السباق يعني في السباقات وفي السرعة الفائقة. الماطر هادي ديال خونا ديال هاد الأخ مسكين يعني الله يسهل عليه، يعني ملي كتسمع بلاكة صغيرة بمعنى 49 سي سي. 49 سي سي يعني على هاد الجسم الكبير راه شي حاجه يعني الضحك، يعني الضحك ديال بصح. ابن ثابت كيقول لا باس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال واحلام العصافير. حنا دابا عندنا ولات عندنا لا باس بالدراجات الناريه من طول ومن قصر، جسم البغال وسلان العصافير. باش تعرفوا الاخوه الشركات يعني ولاو دايرين فينا الضحك ومساعدهم هاد الدوله هذه للاسف الشديد. باش نعطيك اخي الكريم المعنى ديال 49 سي سي على هاد الجسم ديال الفيل، ها انت شوف هاد الفيديو هذا. هذا اسباني شرا لولدو موتور، تخيل شحال فيه من سيسي، فيه 49 سيسي. هاهي سير، هاهي 49 سيسي. هذا الموتور اخي الكريم اللي كتشوف قدام عينيك هذا 49 سيسي. شوف قدر ريشة يعني، انا ندير الفيديو en mi tienda online tiene la grada de mostrarles las nuevas mini motos que nos llegan para el año 2019. Bueno, están en su caja. Queremos mostrarles paso a paso. Moto. كما كتشوفوا الاخوان هذا الموتور هذا 49 سي سي. حتى شتي قداش الريشه؟ تخيل معايا اخي راكب على موتور قداش شنو هو فيه 49 سي سي. يعني انا الراي ديالي اللي باغي يشري هذا الوحش مثلا وفيه 49 سي سي، اللهم يشري هذا الصغير هذا اللي ديال بحال هذا الاسباني، شريه يركب عليه ملي يوصل الدار يهزو بيدو يطلعو صافي الفوق عادي بلا ما يتمحل مع داك الجسم قداش كبير وثقيل و 49 سي سي. هذا هو الرأي ديالي يعني. وكاين اللي فيه 110، كاين اللي 110 هذا فيه 50 سي سي. هذا اللي كتشوف قدامك 50 سي سي، شوف قداش ديال الأطفال هذا. هاهي مكتوبة قداش ناهي 49 سي سي. 49 سي سي انا ما شفتهاش في العالم يعني، كاين في المغرب فقط يعني. مصر مثلا نشوف على مثال، مثلا المصريين ما عندهمش 49 سي سي. اجمل موتوسيكل في مصر او اشيك موتوسيكل في مصر نزل لغايه دلوقتي في بدايه 2024 بالموتوسيكلات اللي فاتت كلها. والجميل هنا في الموضوع الموتوسيكل ده نازل من نفس الفئه السعريه بتاعت موتوسيكلات الهوجن اف 250 والال، والموتوسيكلات الجميله اللي احنا بنحبها دي تي تي ام 250 سي سي برضه نفس الستايل بالظبط، هو يعتبر سارقينه. كاين من 150 لفوق فقط، 125 ما تلقاهاش. يعني موتور كيجي مزيان وكيشري الانسان المواطن وكيستافد منه احسن استفاده، لكن للاسف عندنا في هذه البلاد هذه للاسف يعني كل شيء شلاهبي الا من رحم الله. يعني الدوله شلاهبيه ديال بصح، لا يهمها المصلحه ديال المواطن، وكتلقى كذلك بيع وشراء يعني كتلقاهم مجرمين. بهذا الموتور هذا اللي كتشوفوا قداش ناوى جسم ديال البغال وسيلان ديال العصافير، هذا غتلقاه دابا هاد البيع والشراء غتلقاه كيشكر فيه وخدام طالك سلوكيه على عباد الله.
ويقول لك احسن موتور دخل الى المغرب، احسن موتور في العالم، موتور شريه ولا غدا تصبح تسابق به وتجي حتى الاول، موتور ناضي، موتور زوين. الاخر حتى هو كذلك البيع والشراء كيبيع فيه وتلقاه كيقول لك موتور خطير، الضو ديالو زوين، القرداب عجبني بزاف مخير، وهاد الموتور هذا تركب عليه تحس راسك طاير في الهواء. هو فاشل مره. هاد الموتور هذا بساعد جوج ديال الناس فقط في المغرب، بساعد السكالسيه دخل عندهم بعدا ينسفوك نتيف، شي يقول لك خصك سلاح، شي يقول لك خصك بيستول، شي يقول لك خص وياكلوا لك جنابك. الصنف الثاني هو الشرطه البوليس، غتكون غادي دوز على البراج حقلبوه يلقاو موتور بريباري مشالك وليدي. وهذا كانت الانسان نفسه خايبه يقدر يتخاصم، يقدر يضرب مع البوليس، ها هو اللي في الحبس. يعني انسان لا داعي لهذا. فلذلك ايها الاخوه، هذه القناه هذه المقصود منه هو تنوير الراي، ما تلقاش فيه الكذب والتحرميات والنفاق اللي كتلقى في هذه القنوات ديال اللي كيبيعوا الوهم. قلت لك البيع والشراية لا يهمهم المصلحه ديال الانسان، كيهمهم فقط يبيع البضاعه وصافي. وعلاش هاد المواطر الصغيرين كتلقاهم في المغرب بزاف؟ لانهم التعشار ديالهم اولا الديوانه ديالهم كتكون رخيصه بزاف، فلذلك كيدخلوهم بكميه هائله وكيطلقوا السلوكيه على الناس الكذب وبالتضليل، ويبيعوا لعباد الله ويبيعوا لهم البياس وبريباريو ومنهم البوليس. يعني كيجيو البوليس كيحصدوهم حصيد. بعض المرات تخيلوا بعض المرات البراج ديال البوليس كيوقف على نص نهار. السبب شنو؟ الديباراج كيعمرو، ما كيبقاش عندهم بلاصه وحده فين يحطو. تلقى كيضمو نضيف على الديباراج الاولى كتعمر، الثانيه كتعمر، الثالثه كتعمر، كيقولوا الله يجعل البركه، صافي بركه، ما بقيناش نقدر نزيدو. يعني بيع وشراء كتلقاه كيسمر في العود وهو ميت. يعني كيبيع لك الوهم وانت ما عارفش، وكتمشي تشري واحد الموتور وكتزرف به. فلذلك الاخوه، النصيحه ديالي دائما صبر ودير البيرمي، دير رخصه السياق، حيت ما عندكش حل، ما عندكش حل، حيت من 49 سي سي الفوق خاصك بيرمي. دير البيرمي ديالك، رخصه السياقه ديال الموتور، وشري موتور زوين لا يقل عن 125. انا هذه نصيحه، لا يقل اي موتور تاخده لا يقل عن 125، 125 الفوق. لا بغيتي موتور تركب عليه وتكون انت مرتاح، وهادشي لا عاد سيكليس ولا هم يحزنون.